بعد أيام على إعلان وزارة الصحة العراقية دخول العراق موجة وبائية رابعة، أخذت تقارير الموقف الوبائي اليومي في الوزارة بالتصاعد بشكل مقلق. فبعد أن كسرت أعداد الإصابات في العراق حاجزها الأعلى منذ 4 أشهر بأكثر من 3000 إصابة قبل يومين، قاربت أعداد الإصابات اليوم الثلاثاء 6500 حالة جديدة. الوزارة لم تتوقف عن حث المواطنين على أخذ اللقاحات، مع إعلانها المستمر عن توفر أكثر من 1400 منفذ تلقيحي في العراق، لكنها تؤكد أن الإقبال دون المتوسط. متحور أوميكرون دخل العراق بين نفي وتأكيد رسمي، حتى أعلن اليوم الدكتور هيثم العبيدي مدير تعزيز الصحة في الوزارة أن أوميكرون وصل مرحلة ذروة الانتشار في العراق، لما يمتلكه المتحور من سرعة انتشار بين المواطنين. هذا الانتشار السريع يضع وزارة الصحة العراقية أمام ضغوطات وتحديات كبيرة على مستوى الملكات الطبية والموارد كالأسرة والمستشفيات والأدوية. وكلما زاد الحديث عن كورونا وارتفاع أعداد الإصابات، تتصدر الرأي العام أخبار الإجراءات الوقائية الصارمة والعودة لها، وتحديدا في الوزارات والدوائر الحكومية. لقد سارعت وزارة التربية عن إعلان اقتصار الدوام الحضوري للطلبة على 4 أيام والإلكتروني على يومين. وزارة التربية لم تكن هي الوحيدة التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون انتشار أوسع للسلالة الجديدة بين الطلبة والتدريسيين. فقد أعلنت وزارة المالية عن توجيه كافة دوائرها ومؤسساتها وحتى الهيئات المصرفية بإلزام الموظفين والمراجعين بإجراءات الوقاية وإبراز بطاقات التلقيح، فضلا عن حث موظفيها على أخذ جرعات اللقاح. أما محافظ بغداد فقد وجه بتقليص ساعات الدوام الرسمي إلى النصف بالنسبة لموظفي أقسام ودوائر ديوان المحافظة والدوائر الأخرى كالماء والمجاري والبلديات والإسكان والطرق والجسور وغيرها. اللجنة العليا للصحة والسلامة أصدرت عددا من التوصيات تزامنا مع دخول العراق الموجة الوبائية الرابعة، من أهمها التأكيد على مواجهة ظاهرة كارتات اللقاح وبطاقات التلقيح المزورة والتي انتشرت مؤخرا، وتوجيه جهاز الأمن الوطني بمتابعة ذلك. أمر آخر أكدت عليه اللجنة في توصياتها يخص الوافدين إلى العراق، وإلزامهم بتقديم كارتات التلقيح لإثبات تلقي الوافد جرعتين من اللقاح على الأقل مع فحص PCR سالب، أجري هذا الفحص خلال 72 ساعة قبل وصول الوافد إلى العراق. للحديث أكثر ينضم لنا من ولاية فيرمونت الأمريكية الدكتور بوب أرنت، خبير الأمراض المعدية. أهلا بك معنا دكتور. أبدأ السؤال التقليدي، حتى مع ارتفاع الإصابات لا زال البعض يناقش حول أهمية اللقاح ضد كوفيد-19 ومدى نجاعة ذلك اللقاح، كيف تردون كمتخصصين على من يشكك باللقاح؟ سؤال جيد جدا. بعض الناس على حق، ربما أن الفيروس ما زال ينتشر رغم اللقاحات، ولكن لا ينتشر كثيرا لدى الملقحين، وهذا هو الأساس. أحيانا أشخاص حصلوا على اللقاح يمرضون ويدخلون المستشفيات وأحيانا يتوفون، ولكن النسب هي منخفضة للغاية مقارنة بمن ليس لديه لقاح. طيب، كلما نتحدث عن متحور جديد نتحدث عن إصابات ترتفع وموجة جديدة، بماذا تختلف هذه المتحورات دكتور؟ هذا سؤال ممتاز. هذا الفيروس هو فيروس RNA، بالتالي يخطئ كثيرا. هو كالطفل في المدرسة الذي ليس لديه قدرات مهمة.
في جنوب إفريقيا هناك أيضا عدد كبير من الأمراض مع الـ HIV، ويبقى المرض في داخلهم لستة أشهر، وبالتالي ذلك يسمح للفيروس في أن يتحور. الفيروس هو ربما ذكي ولكنه يخطئ كثيرا. يمكنه أن يعزز بروتين الفيروس عندها لا يعترف به اللقاح أو لا يعرفه اللقاح، وأحيانا ما يحوره هو القدرة على العدوى، وهذا يعني أنه يصبح أكثر فعالية في أنه ينتشر بسرعة ولكن بقوة أقل، بمعنى أن تأثيره المرضي يبقى أقل. وعندما يكون هناك بلاد مع أمراض أخرى مزمنة كالـ HIV، فعندها يبقى اللقاح لفترات طويلة، مما يسمح له أن يتحور ويتطور. أوميكرون فاز على دلتا بسهولة عبر العالم لأن العدوى مهمة جدا وكثيرة. دكتور بوب، في هذا البرنامج قلنا لأكثر من مرة للمشاهدين، وأريد أن يعني تؤكد لنا هذه المعلومة إن كنت يعني فهمت المعلومة بصورة واضحة. إذا زادت نسب الملقحين قلت نسب المتحورات المستقبلية، هل هذا صحيح؟ بمعنى إذا تلقحنا جميعا لن نرى متحور آخر بعد أوميكرون ودلتا وغيره، هل هذا صحيح؟ كما قلت، الفيروس يكون في جسد الإنسان الملقح لفترة أقل بكثير، وهذا يعني بالتالي أن ما قلته أنت صحيح. وهنا نأخذ مثال بوتسوانا أو ناميبيا أو أفريقيا الجنوبية، حيث نسبة اللقاحات منخفضة وهناك الكثير من الأمراض التي تضغط على جهاز المناعة كالـ HIV. هذا يعني أن الفيروس يبقى في جسد هؤلاء المرضى لفترة طويلة وبالتالي يتحور، ولذلك يجدر أن نركز في حملات اللقاح على دول كجنوب إفريقيا لزيادة عدد الملقحين. ماذا أو كيف تردون على من يقول بأنه يجب أن نتعايش مع الفيروس وبالتالي ليس بالضرورة أن نقوم بالتباعد أو بلبس الكمامات طالما هو الفيروس موجود في كل مكان؟ سؤال جيد أيضا. أعتقد أنه من المنطقي لأشخاص مثلي أن لدي مثلا مرض الأزم أو صعوبة التنفس، وهنا لا نعرف تماما إن كان أفضل أن نتعايش مع الفيروس أن نقضي عليه. الصين تمكنت من ذلك عبر قيود صارمة رغم أن أوميكرون بدأ ينتشر هناك، ولكن هناك أيضا رأي الأطباء، وكل حالة في بلد ما إن كانت نسبة اللقاحات مرتفعة في أي بلد بما فيه العراق فالوضع أفضل. من جهة أخرى، غالبا عندما تفرض الحكومة لقاحا الناس يتوجهون إلى الرفض غالبا، ولكن هذا الفيروس يبقى في الهواء لفترة طويلة، وبالتالي إن كان هناك تهوئة داخل المنازل هذا إيجابي، إن كان هناك كمامات هذا إيجابي أيضا، وهو أحيانا هناك كلام عن مختلف أنواع الكمامات. إن كنا نريد أن نكون جديين فيما يتعلق بالكمامات، يجدر أن نستعمل كمامات N95، والآن أصبحت متوفرة بكميات كبيرة، والCDC مركز مراقبة الأمراض أوصى بكمامات N95 لأن دورها فعال أكثر. وفي العراق النظام الصحي أيضا مثقل إلى حد كبير، أحيانا أشخاص يرسلون إلى منازلهم للعلاج ولا يمكنهم أن يبقوا في المستشفيات. علينا أن نركز هذه الجائحة سوية. بما أنه تكلمت على الكمامات دكتور، إحنا قبل ما ندخل للحلقة اليوم كنا نتحدث أنا وفريق الإعداد عن الآلية وكم مرة يجب أن نغير الكمامة. البعض يرتدي نفس الكمامة ليوم أو يومين، بماذا تنصحون كأطباء؟
نقطة مهمة جدا، لأنه أولا يجدر أن يكون لدينا كمامة تبقى على الوجه بالطريقة الملائمة، وفيما يتعلق بالحجم أيضا يجدر أن تكون ملائمة، ويجدر أن تكون هناك طبقات سلاسة من النسيج أو المادة القطنية. أما الN95 فنستعمل أيضا بعض المواد التي ترش به أو ترش به الكمامة كل يوم. فيما يتعلق بكمامات القطن يجدر أن تغسل كل يوم من دون استثناء، وإن شعرنا أننا تعرضنا للفيروس بطريقة أو بأخرى يمكننا أو يجدر أن نغير الكمامة أكثر من مرة في اليوم الواحد. فإما أن نغسل الكمامة كل يوم أو أن نغيرها، وإلا سيزداد عدد الفيروسات على هذه الكمامة، وهي أيضا لأننا نتنفس داخلها تزداد من ناحية عدد الفيروسات ومن ناحية الرطوبة، ونحن نلمسها بيدينا كل يوم. الكمامات التي تستعمل بشكل منتظم من دون تنظيفها أو غسلها أو تغييرها تزيد من فرص التقاط الفيروس، وقد تأتي بفيروسات وأمراض أخرى أيضا. دكتور بوب أرنولد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أنت الدكتور المتخصص بالأمراض المعدية، كنت معنا من فيرمونت. شكرا دكتور. بعد الفاصل الحديث مستمر حول تفشي سلالة أوميكرون في العراق ودخول الموجة الرابعة من الفيروس التي وضعت وزارة الصحة العراقية تحت ضغوطات وتحديات كبيرة، خليكم معنا. أهلا بكم متابعي حلقة اليوم من برنامج بالعراقي. عاد مؤشر أرقام الإصابات بكورونا في العراق يتصاعد بشدة من جديد، ما أثار مخاوف الجهات الصحية من الضغط الذي تسببه هذه الأعداد المتزايدة من الحالات على الموارد الصحية في البلاد. يأتي ذلك في وقت أعلنت الجهات الأمنية عن اعتقال عدد من مزوري بطاقات التلقيح. أرقام الإصابات بفيروس كورونا عادت للارتفاع من جديد حتى زادت على 4000 إصابة بعد أن سجلت مستويات متدنية مطلع الشهر الجاري، إلا أن تفشي متحور أوميكرون أثار قلق الجهات الصحية التي بادرت للتحذير من الضغط المحتمل على الموارد المتاحة كالأدوية وأسرة الرقود في المستشفيات والملاكات الطبية. كثرة الإصابات، ازدياد الإصابات يعني ازدياد احتمال حدوث طفرة وبائية، ولذلك طالما نقول أنه كلما حددنا واحتوينا الإصابات حتى لو كانت طفيفة لكن نمنع احتمال الإصابة راح نقلل احتمال ظهور سلالة جديدة. وزارة الصحة أكدت تجهيز المستشفيات بأسرة إضافية لاحتواء أي إصابات محتملة نظرا لسرعة تفشي أوميكرون وخطورته. أبرز إجراءات الوزارة للتعامل مع المتحور الجديد هو الاستمرار بتطوير القدرات التشخيصية والعلاجية والاستعداد لأي متغير وبائي. الآن آلاف الأسرة الشاغرة ومستعدين للتعامل مع أي حالة تفشي وبائي محتملة لا سمح الله، هذا الأمر متوقع خصوصا أن أوميكرون يمتاز بقدرة أسرع على الانتشار. وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصحة إلى خفض مستويات الإصابة داعية المواطنين إلى الإقبال على المراكز الصحية لتلقي اللقاح وتوفير الحماية المجتمعية، كشفت السلطات الأمنية في ديالى عن إلقاء القبض على عدد من مزوري بطاقات التلقيح والتي زادت عن 400 بطاقة تم بيعها في ديالى فقط دون أن يتم الكشف عن أعدادها في عموم البلاد. خلية الأزمة خولت جهاز الأمن الوطني بمتابعة ورصد حالات البيع والتزوير التي أخذت في الانتشار. بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني مركز صحي بالقاطون كانت اكو بنقص بحدود 400 بطاقه التلقيحيه، ولذلك صار اكو تعاون بيننا وبين الجهاز تم القاء قبض عليهم، وحاليا هم تحت القضاء يعني تحت المحاكم. يعني هذا يعني اعتبره انا جريمه بحق المواطنين اللي يجيب كارت ويبيعه او ينطيه بصوره غير صحيحه للمواطنين، هذا جرم مشهود امام الراي العام. احنا بالعكس احنا كدارة صحية طالبنا بمعاقبه ذولا.
أكثر من 14 مليون شخص تلقى اللقاح في مختبرات ومشافي وزارة الصحة، منهم أكثر من 8 ملايين تلقوا الجرعة الأولى، فيما بلغ عدد المتلقين لجرعتين 5 ملايين. ومع توفر اللقاحات في مخازن الوزارة، إلا أنها تعاقدت على استيراد نحو 40 مليون جرعة أخرى وسط تأكيدات على وصول نصفها إلى البلاد. سرمد القاص، الحرة. للحديث أكثر يشاركنا الحوار في حلقة اليوم من أربيل الدكتور دشتي عباس البستاني، مدير قسم الباطنية في مستشفى رازجاري بأربيل في كردستان، ومن بغداد الدكتورة ربا فلاح حسن، عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة العراقية. ضيفي الكريمين، أهلا وسهلا بكم في برنامج بالعراقي، ومساكم الله بالخير. دكتورة ربا، أبدأ ويا حضرتك. دكتورة، شنو هي آخر الإجراءات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة لمواجهة الموجة الرابعة من كوفيد 19 وأوميكرون؟ مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين الكرام وعلى ضيفك الكريم. طبعا احنا نلاحظ اكو زياده كبيره باعداد الاصابات، خصوصا اليوم يعني سجلنا قفزه كبيره باعداد الاصابات مقارنه بالفتره الماضيه، وطبعا هذا امر متوقع منذ ظهور المتحور اوميكرون الجديد في الدول الاوروبيه ومنها الى الدول العربيه ووصولا الى العراق، واللي تم تسجيل بعض الاصابات بالمتحور. كنا متوقعين يعني انه ممكن انه تزداد الاعداد الاصابات ونسجل بها، وايضا كذلك الزيادة هذه اليوم الحاصلة الكبيرة. طبعا احنا الموجة هذه الرابعة هي حتى نفرق بين موجة وبين المتحور أوميكرون، يعني الموجة هي زيادة كبيرة بأعداد الإصابات تكون بشكل مستمر وملحوظ، وهذا اليوم اللي احنا لاحظناه زيادة أكثر من 6000 إصابة، يوم أمس كانت أقل 4000 إصابة، واللي قبل أقل يعني أكو فد قفزة نوعية بأعداد الإصابات مهما كان نوع المتحور. يعني ليس بالشرط أن يكون المتحور اللي هو من متحور أوميكرون، لا، ممكن تكون من دلتا، سلالة دلتا، أو حتى من السلالات السابقة، لكن اللي الإصابات اللي حددت بالمتحور أوميكرون تم الإعلان عنها سابقا على مواقع الرسمية لوزارة الصحة. طبعا هذا بالتأكيد نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، يعني استمرار. دكتورة العفو، قلتي حضرتك أنه بعض الإصابات بأوميكرون، يعني سؤال بشقين، شلون دا نعرف أو شلون دا تميزون أنه هذا أوميكرون؟ وش قد عدد الإصابات بأوميكرون؟ يعني ايش قد 1000 2000 100 ايش قد من هال 6000؟ لا، احنا العدد الاول اللي تم اعلانه من قبل وزاره الصحه الاعلان عنه تقريبا اللي هو كان 5 اصابات، يعني هذا اللي بدايه ظهور المتحور وتسجيل بعض الاصابات منهم. طبعا احنا لدينا المختبرات الخاصه للكشف عن السلالات الغريبه واللي تعمل على التتبع الجيني لتشخيص السلالات وتحديد نوع الاصابه. لكن طبعا احنا قلنا انه الموجه هذه هو يعني اكو زياده باعداد الاصابات وان اختلفت نوع الاصابه. يعني هنا الموجه ما نقصد بها انه هي موجه اوميكرون، بس نقصد بها ارتفاع اعداد الاصابات اجمالا بكوفيد. نعم، ارتفاع اعداد الاصابات. نعم، كوفيد 19. ارتفاع اعداد الاصابات. نعم. ارتفاع أعداد الإصابات بغض النظر عن المتحور، يعني دلتا أو سلالات السابقة. نعم، لكن دكتور. وصلت يعني الفكرة. تحدث عن موجة زيادة بأعداد الإصابات. نعم. شكرا دكتورة. دكتور دشتي، أهلا وسهلا بك، هاي أول مرة تشرفنا ببرنامج بالعراقي. أوضاع الإصابات في إقليم كردستان، إذا تتفضل حضرتك تضعنا في الصور. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللزميلة دكتورة ربا. بالحقيقة أنا لا أوافق رأي الدكتورة، لأن معظم الحالات في هذه الموجة هي أوميكرون، والدليل سرعة انتشارها وزيادتها بشكل مضطرد. فنرى يعني بعض التقارير اليومية كانت تتحدث عن 100 إصابة، 200، أصبحت 1000، 2000، 3000، والآن 6، ويمكن أن تتضاعف. وهذا هو المتحور أوميكرون، ينتشر بسرعة، يعني 60% أزيد من دلتا،
ولكن الخبر الجيد أن متحور أوميكرون إصاباته طفيفة، ويعني 10 أضعاف دلتا، يعني أزيد، كان يحتاج إلى أكسجين، كان يحتاج إلى دخول، كان يحتاج إلى يعني أجهزة تنفس. نعم، وهذا نلاحظه في يعني عملنا في يعني عياداتنا وفي مستشفياتنا، نرى أن معظم المصابين لدي اما اتوا من تركيا او من الدول المجاوره او من اوروبا اثناء عطله راس السنه، واصيبوا بشكل خفيف وثبت بفحص في سي ار اصابتهم كوفيد 19. واعتقد ان معظم هذه الموجه كنا نتوقع انه بعد اسبوعين الى 4 أسابيع، يعني كما وصلت من جنوب افريقيا الى أوروبا الغربية وشمال أمريكا بعد أسبوعين إلى 4 أسابيع، وانحصرت في جنوب أفريقيا، والآن تنحصر في بريطانيا وأمريكا الشمالية. الآن نحن في يعني في صعود بالموجة الرابعة عندنا، ويمكن أن تنحصر بعدها، لأن تأخرت علينا 2 إلى 4 أسابيع، يمكن أن تنحصر بعد 2 إلى 4 أسابيع إن شاء الله. وضع الإصابات شلون بالإقليم دكتور؟ ايضا الارتفاع مثل ما موجود في باقي مناطق الاصابات كثيره عاليه. نعم 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 نعم، الاصابات عاليه والفحوصات الموجبه ازدادت اضعاف مضاعفه، ولكن الحمد لله اغلب الاصابات خفيفه ونسبه الدخول قليل، وهذا شيء مطمئن. يعني نحن لا نريد ان يعني نخلق جو من الرعب في مجتمعنا العراقي. نفس الوقت ما نريد نسهلها دكتور، الناس يعني يسمعون اعراض بسيطه هم يمكن يقول لك ما نتلقى. اكيد اكيد يعني نعم. اي دكتور كمل لا لا بالعكس، يعني هو احنا نؤكد على لبس الماسكات، نؤكد على التباعد الاجتماعي، نؤكد على الذين اخذوا لم ياخذوا اللقاحات ان ياخذوا الجرعه الاولى، والذين اخذوا الجرعه الاولى ان ياخذوا الجرعه الثالثه، والذين اخذوا جرعتين اذا مرت 5 إلى 6 أشهر ان ياخذوا الى الجرعه المنشطه الثالثه. نجي على اللقاح خاصه ذوي الاعمار فوق 60 والكوادر. راح نجي على اللقاح، بس دكتوره ربا دكتور دشتي يقول هو يعني بالضروره هذا اوميكرون، لانه الاصابات الناس دا تنتشر، الفيروس دا ينتشر بسرعه، رغم يمكن انه الناس بعضها ملتزم. هسه انا من الناس انصابت باوميكرون وكنا ملتزمين وقعدنا وادينا اللي علينا وطلعنا منها. شو تقولين دكتوره؟ يعني تحية للضيف الكريم زميلي، لكن مع ذلك احنا ما نمشي بالتخمينات، يعني احنا عندنا مختبرات تكشف هذه السلالات وتحدد نوع الإصابة، فإحنا ما نقدر نقول نخمن إنه هذا أوميكرون أو دلتا أو غيره، إحنا نمشي على شيء علمي قاطع إنه التشخيص عبر المختبرات الخاصة اللي تشخص السلالة وتحدد نوع الإصابة، ومع ذلك يعني تم أخذ عينات وإرسالها إلى المختبر الصحة العامة المركزي لتحديد نوع الإصابة، لكن إحنا لازم نفرق بين موجة وبين متحور أوميكرون. إحنا من انه احنا في فصل الشتاء، فصل الشتاء هذا دائما يعني من الناحيه العلميه تكثر به الامراض الانتقاليه التنفسيه الوبائيه ان وجدت، واحنا في حاله وباء وما عندنا التزام حقيقي بالاجراءات الوقائيه، اصبحت شبه معدومه، يعني ارتداء الكمامه اصبح شبه معدوم، ايضا الاقبال على اخذ اللقاح لو قارناها بالفتره الماضيه أصبحت قليلة أيضا جدا، ليست بالمستوى المطلوب. يعني إحنا بالموجة الثالثة كانت هناك زيادة كبيرة بنسب الملقحين، ساهمت لي بتقليل أعداد الإصابات وخروجنا من ذروة الموجة الثالثة. إحنا اليوم أكو أقل بالمتلقين اللقاح. دكتورة يعني هذا يعني أفهم من حضرتك أنه هسه عذرا للمقاطعة دكتورة، باقي ويا حضرتك، أنا باقي ويا حضرتك، بس عذرا للمقاطعة، يعني أنا أذكر آخر مرة سولفنا بها أنا وياك بالبرنامج قلتي انه الارقام كانت قليله، الاقبال بعده قليل، يعني هسه الاقبال اقل بعد من قبل 3 4 أشهر. نعم قليل، نعم قليله، كانت قبل احنا نشهد 100,000 متلقي للقاح باليوم الواحد، احنا اليوم بدنا نشهد 50,000 متلقي، 60,000 متلقي، احنا المفروض انه حتى نوصل الى مناعه مجتمعيه لازم نلقح 300,000 شخص في اليوم الواحد حتى نوصل بأسرع ممكن إلى مناعة مجتمعية اللي هي تقريبا 70% من الفئات المستهدفة
في حال انه نصل اليها، وهذا الكلام ما ينطبق فقط على العراق وانما مع بقيه دول العالم حتى نقدر نحتوي الوباء، نقلل من احنا نقول من ظهور سلالات اخرى، لكن على الاقل نقلل من تاثير سواء هذه الموجه او الموجات الاخرى. يعني احنا اوميكرون هو امتاز بسرعه الانتشار، هو ما يعني خطورته ما تكمن بشده اعراضه، لان شده اعراضه اقل من دلتا، لكن خطورته تكمن بسرعه انتشاره وايضا العدوى اللي هي تكون تقريبا اكثر من دلتا باربع مرات. وقلناها يعني مره دكتوره ايضا حتى استاذنك، قلناها مره، قلنا احنا حتى اذا الاعراض تكون خفيفه ما نضمن احنا علما ننقل هذا الفيروس، ما نعرف عندنا احد كبير، عندنا احد ممكن الاعراض تختلف عليه. خليني اروح دكتور دشتي. دكتور دشتي، ايضا في مساله اللقاح، اول شيء اريد اسالك دكتور، وين المشكله؟ ليش باقين في اخر القائمه، ما اريد اقول في اخر القائمه، بس ليش باقين اللقاح، نسبه اللقاح والملقحين قليله بالعراق، نسبه الملقحين، اللقاح المفروض موجود. قبل ما اجاوب على السؤال يعني اود اؤكد انه ليس تخمينا، ولا يوجد مختبر في العالم يمكن له أن يفحص التسلسل الجيني لآلاف المصابين. فحص البي سي آر إذا طلع موجب وعدد معين راندوملي، يعني بشكل اعتباطي، إذا أخذنا عدد معين من السامبلات الموجبة إذا كانت فيها أوميكرون، معناه أنه هذه الموجة أوميكرون، هذا عالميا معروف، لا أخمن شيئا. ثانيا بالنسبة للقاحات، لقد تأخر وجبات اللقاحات للعراق بسبب عدم المساواة في اللقاحات عالميا، وهذه منظمة الصحة العالمية دائما تعاني منه، أن الدول المنتجة والدول الغنية كانت لها أنانية ولقحت شعوبها وأرسلت بعد ذلك اللقاحات. لذلك ظهر متحور أوميكرون في جنوب أفريقيا، لأن نسبة اللقاحات قليلة جدا في مع الأسف في دول جنوب أفريقيا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، منظمة الصحة العالمية حسب التخطيط مالها كان أنه سنة 2021 العراق يكمل 21% من التلقيحات ويكمل 50% في سنة 2022، ونحن نمشي على خطة منظمة الصحة العالمية على هذا، لأن هم يعني تحسبوا للإنتاج وتوزيع ودخولنا كوفاكس وإمكانيتهم لتوصيل العدد المعين للقاحات. يعني ليس يعني قضية يعني إرادية، هنالك عدة عوامل دخلت في التلقيحات وهذا أدى إلى يعني أن نتأخر في التلقيحات، ولكن سنصل إلى الركب إن شاء الله. ما يخالف دكتور، بس أنا استأذنك بشغلة، يعني هسه اليوم العراق عنده لقاحات لو ما عنده، هو إذا العراق عنده يعني هسه الناس اليوم الناس تريد تلقح واللقاحات ما موجودة، لو العالم جاي يقولون أصلا اللقاح ما يشتغل، وإحنا نشوف الناس إيش تقول دكتور، هو أكو عدم ثقة باللقاحات. لا احنا عندنا احسن اللقاحات. زين وهي لا بالعكس، احنا عندنا احسن لقاحات، بس الناس بدها تلقح فايزر واسترازينيكا وساينوفارم. حضرتك دكتور، نعم. مو حضرتك قلت انه الدول ما يعني عدم عداله والعراق، والعراق عنده لقاحات، وحسب هسه دكتور ربما مصلح لنا المعلومه اذا انا غلطان، عنده لقاحات بس الاقبال الناس ما تروح تلقح. نعم. لا يعني خلي أنطيك مثلا في إقليم كردستان نحن استلمنا 3,800,000 لقاح، 2,000,000 جرعة وزعت، و800,000 تتوزع تدريجيا يوميا أسبوعيا شهريا. يعني اللي يجي لإيدنا ده نستعمله، يعني نحن في لسنا في يعني مرحلة أنه عدنا لقاحات كل شيء هواية ومدى ننطي ومدى نلقى شعبنا. بالحقيقة الأعداد اللي تجي تستعمل، ويعني هناك في بعض الحالات الجرعات كانت تتأخر، لذلك اضطرت اللجنة العلمية أنه تتباعد بين الجرعات لكي يعني نضمن انه الجرعات الاخرى تصل للجرعه الثانيه، او يعني في بعض الحالات انه ما تصير يعني مريض يعني احد المواطنين ما اخذ الجرعه الاولى ولكن الجرعه الثانيه تتاخر، لذلك الفتره تباعدت. وبالعكس صار هنالك مراحل كنا نقرب
الفترات التلقيح وهي يعني عالميا يعني بين 3 أسابيع بعض المرات وصلت إلى 6 أسابيع شهرين، والجرعة نعرف أن بين الجرعة الثانية والثالثة هو 5 إلى 6 أشهر. طيب دكتورة ربا، موضوع التلقيح ووجود التلقيح هو يعني ماكو لقاحات كافية لو الناس ما تروح، حتى هذه الجزئية نريد نعرف أكو لقاحات كافية بالعراق ولا لا؟ بس قبل ما ننتقل لهذا احنا بس نقول انه اعداد الاصابات اللي سجلت بمتحور اوميكرون اللي هي سابقا اعلن عليها، يعني وزارة الصحة اعلنت على هذه الاعداد مسبقا، اما لحد هاي اللحظه لم يتم يعني لم يتم اعلان او ظهور نتائج الفحص العينات اللي ارسلت. في حال انه تظهر هنالك اصابه بهذا المتحور بالتاكيد راح يتم الاعلان عليها من قبل وزاره الصحه بشكل رسمي وبمواقع الرسميه التابعه لوزاره الصحه. الوزاره دكتوره، الوزاره قالت انه اوميكرون منتشر بالعراق، يعني هذا اعلان رسمي، يعني مو ما يعني هسه اذا اصابات قليله ولا اصابات هوايه، هو الفيروس موجود والمتحور موجود. احنا مهما كانت نوع الاصابه تبقى يعني هو عدم الالتزام بالاجراءات الوقائيه اللي ادت الى ظهور متحورات او سلالات اخرى. قولي لي دكتوره بس موضوع اللقاح حتى نروح فاصل، تفضلي. نعم دكتور. اللقاحات متوفره وكميات كبيره جدا بكل المنافذ التلقيحيه وطبعا بالمجان، يعني ماكو هنا احنا مواطن ذهب الى منفذ تلقيحي وقالوا له خلصان اللقاح، يعني موجوده اللقاحات متوفره وكميات كبيره وده تاتي ضمن الجدول الاسبوعي لاستلام اللقاح وبكميات كبيره، بالتالي ده تغطي يعني عدد المتلقين او هي بكميات تغطي عدد اللي مقبلين على اخذ اللقاح، لكن احنا ده نعاني من قله المقبلين على اللقاح. يعني مقارنة بالفترة خاف الناس الماضية تريد لقاح معين دكتورة، خاف الناس تريد لقاح فلاني على حساب فلاني ولذلك دي يصير عندكم ستوك، يعني عندكم مخازن مخزن بها لقاح يمكن الناس ما تريده له. لا ابدا، حتى اللقاح اللي المواطنين اللي يرغبون به يتم توفيره من قبل وزاره الصحه، يتم توفيره بكميات كبيره، لكن احنا للاسف بعد ما كان هناك اقبال كبير بالفتره الماضيه وقلل من اعداد الاصابات كانما بعث طمانينه للمواطن انه الوباء زال، ولكن احنا نسى انه هو ما زال مستمر وممكن بهذا التهاون مالته باخذ اللقاح وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائيه راح يولد لي الى ظهور متحورات اخرى ممكن تكون اشد واخطر من سابقتها، يعني لا. احنا مو بس امامنا اوميكرون، ممكن نواجه ايضا سلالات اخرى اذا استمر هذا التهاون. طيب. وايضا القله بنسب الملقحين وليس ليست بالمستوى المطلوب، هذا اللي احنا بدنا نعاني منه. استاذني دكتوره ربا دكتور دشتي استاذنكم عندنا بس فاصل قصير دقيقه ونرجع نتواصل الفاصل والحديث بعد الفاصل مستمر حول اجراءات وزاره الصحه العراقيه بعد انتشار سلالة أوميكرون ولجوء بعض الوزارات والمؤسسات لإجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس بسلالاته المختلفة. خليكم معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى متابعي حلقة اليوم من برنامج بالعراقي. عدد من الأطباء والكوادر الصحية أكدوا أن وزارة الصحة وفرت لقاح كوفيد-19 بجرعته الثالثة فضلا عن توفر عدد كبير من مراكز التلقيح، داعين المواطنين إلى ضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس. الرغبة بأخذ اللقاح، ننصح كافة المواطنين بالحضور إلى مراكز اللقاحات وأخذ اللي كان ماخذ جرعة أولى أو ثانية جرعة تعزيزية وفرتها وزارة الصحة للحفاظ على المواطنين وأرواحهم، وإن شاء الله نحاول أو نريد نلمس من المواطن تعاون لصحته أول شيء، وثاني شيء صورة عامة لحياة البشر. شفنا هواي ناس يعني مترددة من أخذ اللقاح والفاكسين إحنا نسميه مال كوفيد-19 باعتبار أنه خاف يصير عنده سايد إفكت، خاف أو يصير عنده فالديزيز معين اثره، بالعكس هو سيفتي وامن وما بي اي اشكال، والناس كلها تعاطته، يعني جماعه الكارديو اللي عنده فد مشاكل بالقلب اللي عنده فد اي اشكالات من الديزيز من الامراض يعني اخذ هذا اللقاح وما صار عنده اي اشكال، حتى جماعه الدايبتيك اللي هم جماعه السكري
أخذوا هذا اللقاح وما صار عندهم أي سايد إفكت ولا أي أعراض جانبية. استعدادات وزارة الصحة انتشار مراكز اللقاحات وخاصة هذا المركز الرئيسي اللي يضم أكبر عدد هائل من مراكز اللقاح بمنافذ تقريبا بال 15 منفذ تلقيحي شغال على مدار الساعة من الساعة 8 الصبح حتى الساعة 8 بالليل يستقبل كافة الملقحين. بعض من أفراد الشعب غير ملتزمة بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة من ناحية الاختلاط، من ناحية الابتعاد عن أماكن مزدحمة، الالتزام بالكمامة وغيرها من الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تدعيم الجهاز المناعي ببعض الفيتامينات المناعية. هاي كلها تأثر وكلها ممكن تسبب خطورة وانتشار أوسع للمرض. وزارة الصحة أقامت أكثر من ورشة عمل وأقامت أكثر في أكثر من منصة إعلامية أمور توعوية تحث الناس على الالتزام بالأساليب الوقائية لأجل تجنب هذا المرض. نعود لمواصلة الحديث مع ضيفي الكريمين. معي من أربيل الدكتور دشتي عباس البستاني مدير قسم الباطنية في مستشفى رازقاري بأربيل، ومن بغداد الدكتورة ربا فلاح حسن عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. دكتور دشتي، أريد أسألك، ليش أكو استهانة هسا أكو من باب لقاحات موجودة وهسا ناس ده تأخذ لقاحات ناس ما ده تأخذ لقاحات، بس الاستهانة حتى يمكن في بعض الأحيان بإجراءات التباعد بلبس الكمامة، شلون تنصحون الناس؟ بالرغم من الحملة الإعلامية وبالرغم من توصياتنا ودائما يعني نتكلم في الإعلام وفي التلفزيونات وفي الراديوات عن ضرورة اللقاح، لكن هنالك مجموعة من الناس يعني لا تزال غير مقتنعة باللقاحات ولا تزال غير مقتنعة مع الأسف بوجود شيء اسمه كوفيد 19، ولا تلبس ماسكات ولا يعني تقوم بالتباعد الاجتماعي وتجتمع يعني في أماكن مزدحمة. لذلك يعني يجب أن نكون حديين بفرض اللقاحات بشكل إجباري على الموظفين والطلاب المدارس وطلاب الجامعة أو فحص يعني حسب الإجراءات التي اتخذت في الإقليم، أن تكون فحص البي سي آر الأسبوعي ملزم لأي شخص يأتي إلى مراجعة الدوائر أو يداوم إذا لم يكن ملقحا أو يحمل كارت اللقاح أو على الأقل جرعة الأولى، وهذا قرر في بداية السنة ولكن بسبب لوجستي لعدم اكتمال تلقيحات أجل إلى بداية شهر شباط. فمن 1 شباط إن شاء الله تكون دخول إلى كافة الدوائر والمدارس والجامعات للطلاب والمدرسين والأساتذة والموظفين كلها عن طريق جلب اللقاح أو جلب فحص أسبوعي لفحص البي سي آر على يعني حساب الشخص الغير ملقح. وهذا من ناحية. من ناحية أخرى يجب فرض الغرامات على الذين يعني لا يلبسون الماسكات. لذلك يعني أعتقد يجب أن تكون إجراءات شديدة من قبل السلطات ومن قبل الشرطة وأجهزة الأمنية يعني تطبيق القانون. وزارة الصحة وظيفتها توجيهية ولكن تطبيق التعليمات الصحية من واجبات وزارة الداخلية ووزارة يعني ووزارة الدفاع. طيب دكتورة ربا، هل أكو أيضا إجراءات راح تصير أكثر تشددا أو أكثر حدية أو حزم في نعم أكيد يعني نعم في هذا الخصوص يعني؟ نعم القرارات هذه معمول بها، يعني جاءت هذه القرارات الحالية هي تأكيد للقرارات السابقة على إلزام يعني المؤسسات الحكومية وغير الحكومية سواء للموظفين أو المنتسبين جلب كارت اللقاح اللي يثبت أنه أخذهم للقاح أو جلب فحص مسحة البي سي آر تكون بشكل دوري أسبوعيا لتثبت خلوه من الإصابة. طبعا هذا حفاظا على الموظفين المراجعين المنتسبين. بس دكتور يعني هسا أكو تزوير شفناه التقرير بداية الحلقة وبداية الفقرة الفاتت، أكو تزوير دا يصير وأكو حالات تزوير البطاقات وتزوير البي سي آر خو من قبل أيضا موجود. هاي الحالات ايش قد حجمها وايش قد تاثر؟
يعني إذا كانت هنالك حالات رصدت للتزوير البطاقات بالتأكيد راح يتم محاسبتها يعني وفق القانون، أما إذا كانت خارج هذه المؤسسات الصحية أو المراكز بالتأكيد هذه مسؤولية جهاز الأمن الوطني يتم محاسبتهم أيضا وفق القانون. وطبعا هو بالنهاية دا يضر نفسه، يعني الشخص المزور واللي أخذ كارت مزور باللقاح وعمل نفسه أنه ما أخذ جرعة لقاح، وبالتالي دا يضر نفسه ما دا يفيده، لأن إحنا اليوم اللقاحات أثبتت فعاليتها، أثبتت كفاءتها ضد أغلب المتحورات. إحنا قلنا أنه اللقاحات هي ما تمنع من الإصابة، لكن تقلل من شدة الأعراض، تمنع من خطر الوفاة، تمنع من الدخول بحالات شديدة أو حرجة. وإحنا دا نلاحظ أغلب المصابين أو المتواجدين بالمستشفيات بحالات شديدة هم من غير الملقحين، حتى هذه الموجة وصفت بموجة الغير الملقحين، يعني هم أكثر عرضة من الإصابة من البقية. بالتالي هنا اللقاح من ياخذه أكيد راح يحصل نفسه، يحصل أحبابه، يحصل مجتمع بأكمله من الوباء، لأن إحنا إذا زادت الأعداد الإصابات عن هذه الأعداد الحالية ممكن حتى تشكل زخم على المؤسسات الصحية، على الرغم إحنا كل مؤسساتنا الصحية اليوم مستنفرة بكل كوادرها الطبية والصحية. نعم. لتقديم أفضل الخدمة الطبية للمواطنين، وطبعاً هم اليوم إحنا الكوادرنا هذه هي مدربة وأصبحت ذو خبرة وكفاءة عالية، خصوصاً بعد ما واجهت عدة سلالات يعني مرينا بها مسبقاً، فإحنا اليوم بالتأكيد إحنا قادرين على مواجهة أي موجة سواء كانت الحالية أو حتى مستقبلاً. نعم. لكن أيضاً إحنا نتمنى من المواطن إنه يساعدنا من خلال التزامه بالإجراءات الوقائية ويكون التزام نعم دكتور. حقيقي امام التباعد الاجتماعي واخذ اللقاح. نعم دكتور دشتي، اريد اسال ايضا على اجراءات السفر والتعليمات الخاصه بالوافدين، شلون هل اكو اصابات بعدها تسجل بكثره من اللي جايين من برا، ولا يعني شلون يتعامل الاقليم مع هالموضوع؟ بالحقيقة أغلب يعني الذين يأتون هم يعني ينقلون المتحور أوميكرون من دول المجاورة، خاصة تركيا وأوروبا، يعني خاصة كما أسلف في عطلة عيد رأس السنة، وهنالك إجبار على إجراء فحص البي سي آر عند دخول الطائرة للرحلات القادمة للعراق، ويعني المجيء بكارتات اللقاحات، ويعني هذا المفروض يعني ذهابا وإيابا، ولكن هنالك يعني إذا عرفنا أن فحص البي سي آر موجب 60% أو 70% يمكن أن تعبر حالات مصابة ولكن الفحص نيجاتيف ويمكن أن تنقل، لذلك يعني فحوصات ليست يعني تمنع بشكل كامل ولكن تحد أو تقلل من انتقال الفيروسات عن طريق الرحلات الطائرات، ولكن أغلب المتحورات تنتقل عن طريق الطائرات، يعني هذا واضح ويعني جلي من قبل كل يعني الذين يعملون في هذا الميدان. طيب عندنا أيضا وجهة نظر خلونا نسمعها، مواطنون انتقدوا عدم التزام البعض بالإجراءات الوقائية وأولها لبس الكمامات التي تعد ضرورة ملحة لتجنب انتقال الفيروس، مشددين على ضرورة أخذ اللقاحات. خلنا نسمع. يعني اليوم ارتداء الكمامات هو وقاية من فيروس كورونا، يعني اليوم نوجه رسالة إلى الأشخاص الذين لم يرتدوا الكمامة أصلا، يعني يا أخي أنت ما تريد، ما خايف على حياتك، ما خايف على بيتك، هي شنو هي شغلتها ماسك وقاية من الفيروس على مود تجنب انتقال العدوى لا اكثر ولا اقل، ما ضايقتك شيء، حتى هي رخيصه، حتى سعرها رخيص، ليش انت ما قاعد تلبس الكمامه؟ الملبس كمامه يؤذي العائله مالته جميعا، لان هو على طول بالطريق موجود بالشارع بالسوق، يجي ينقل الفيروس لاهل عائلته وهو ما يدري الوضع مالته، هسه كثره الفيروس قاعد تزيد ما تنقص، احنا لان على مود ما يلبس كمامه هو هال قاعد يؤذي عوائلهم. الوقايه الصحيه يكون حذر من اي شيء هذه. يعني أنا كلها من جانب المواطن مو من هذه، هو يحافظ على نفسه أحسن مما يوقع بالمرض ويصير عنده شيء ويومية تزيد الحالات. إيه لو لا المواطن إلى الآن مدى يستوعب بأنه هذا وباء وخطير ويأثر على صحته وصحة عائلته إلى الآن، يعني رغم ما أنه بعض الدوائر
مراجعاتها تحت تنحصر على يعني أخذ اللقاح، لكن المواطن إلى الآن يعتبر بأنه هذا اللقاح راح يضر بصحته وراح يأذيه، هو بالعكس يعني هذا اللقاح ربما يعني يكون جزء من النجاح أو الخلاص من هذا الفيروس. طيب نرجع للضيوف الكرام. دكتورة روبا، أريد نحكي أيضا على الكمامات والالتزام بالكمامات ولبسها، وأيضا يعني هسه حتى اليوم وياي الـ N95، هسه اليوم ضيفنا بالفقرة الأولى حكى على الـ N95 وهذا الماسك اللي هو هسه صار ريكومندد هنا بينصح به بأمريكا. بالعراق هل أكو نوعيات معينة للكمامة مواصفات وزارة الصحة تحكي بها حتى الناس، وهسه أكو ناس تلبس كمامة أصلا يمكن حتى ما تحميه؟ نعم، يعني أكيد كل الكمامات متوفرة، واليوم أسعارها يعني أصبحت أسعار رخيصة جدا عكس الفترة أو بداية ظهور الجائحة أو الوباء، لكن للأسف ماكو التزام حقيقي. يعني نلاحظ من خلال يعني موجودين بسواء بشارع العراقي بالأماكن المغلقة أكو تجمعات، أكو عدم التزام بالإجراءات الوقائية، الكمامة أصبحت شبه معدومة، يعني نادر ما تلقى أنه شخص ملتزم التزام حقيقي بارتداء الكمامة، وطبعا هذا هو السبب الرئيسي اللي يؤدي إلى زيادة بأعداد الإصابات وظهور متحورات أخرى ممكن حتى تكون أشد وأخطر، وهذه راح تستمر. يعني إذا إحنا استمرينا بعدم الالتزام هذا راح يستمر عندنا انه تظهر لنا سلالات ممكن تكون اخطر من السلاله السابقه. بالتالي احنا يعني من خلال قناتكم الكريمه، من خلال برنامجكم الكريم، نوجه دعوه لكل مواطن لحد هذه اللحظه لم يتلقى اللقاح انه يذهب لاقرب منفذ تلقيحي لاستلام اللقاح، وايضا كذلك يلتزم بالاجراءات الوقائيه البسيطه، هي بسيطه جدا مردودها وأثرها إيجابي جدا على أعداد الإصابات، على الموقف الوبائي بشكل عام، على الوضع دكتورة الصحي. دكتورة، أريد أسألك على المدارس، هل أكو احتمال أن المدارس ترجع تصير أونلاين؟ طبعا هذه القرارات هي من صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يعني بالاشتراك مع وزارتي التربية والتعليم العالي وحسب مستجدات الموقف الوبائي. يعني الموقف الوبائي إذا كانت أعداد كبيرة وعالية، توصيات وزارة الصحة، توصيات وزارة الصحة دكتورة، توصيات وزارة الصحة شو تقول؟ يعني أكو هيك شيء؟ نعم. حضرتك موجودة بالوزارة وتعرفين. حاليا يعني احنا بس هذه القرارات اللي صدرت، لكن لكل حادث حديث، يعني في حال ان ازدادت اعداد حاليه عن الاعداد الحاليه بالتاكيد يعني راح ترفع توصيات، لكن القرار النهائي والصلاحيات هي حصرا للجنة العليا للصحه والسلامه الوطنيه هي من تحدد ذلك. طيب دكتور حسب دشتي، مستجدات الموقف الوبائي. نعم دكتور دشتي، ايضا اريد من حضرتك نصيحه للناس الملقحين واللي هسه بده يشوفون هاي الموجه حواليهم، شنو المفروض يسووا؟ بس ما متلقح قلنا لا تلقح والبس كمامة، الملقح شلون؟ بلي الملقح لازم هم يلبس كمامة، ويقدر يلبس الكمامة الجراحية العادية اللي هي ثلاث طبقات وهي سعرها رخيص كما قالت الدكتورة، يعني يقدر يعني كل أربع ساعات يبدل الكمامة. و N95 يعني هو كمامة متطورة، أعتقد يعني الكادر الطبي أو مجموعات الخطورة أو المسنين أو الذين لديهم أمراض مزمنة يعني عليهم أن يلبسوها، ولكن الأشخاص العاديين يعني أنا في السنة الأولى 2020 يعني كنت ألبس يعني N95، بس يعني الشهور الأخيرة ألبس ماسك اعتيادي، يعني إذا يلبس ماسكين من حتى من قبل الكوادر الطبية، يعني تبين من البحوث العلمية أنه لبس ماسكين جراحيين يعني يقي كما تقي الكمامة N95. زين دكتور، يعني الكوادر الطبية تقدر تلبس، الكوادر الطبية بس أريد أسألك، الكوادر الطبية عندها الكمامات والمستلزمات الكافية الطبية في هذه الحالة صح؟ نعم نعم. طيب نعم نعم نعم، في البداية يعني كانت الاحتياطات يعني من لبس الجاونات ويعني
بشكل معقد، ولكن مع معرفتنا أكثر بكوفيد 19 يعني عرفنا بأنه لبس الكمامة N95 ولبس يعني كفوف والتعقيم المستمر يكفي لدخول الردهات ومتابعة المرضى. يعني لم تبقى يعني ليست كالبعبع كما كانت قبل سنتين. المهم السلامة، احنا نريد السلامة والصحة اولا لكل العراقيين والكوادر الطبية ايضا في العراق. اشكركم جزيل الشكر والامتنان الدكتور دشتي عباس البستاني مدير قسم الباطنية في مستشفى الأزقاري بأربيل، ومن بغداد اشكر الدكتورة ربا فلاح حسن عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة العراقية. الصحة والسلامة كما قلت كل العراق والعراقيين وكل من يتابع البرنامج. أشكركم أيضا سادتي المشاهدين لطيب المتابعة. نشوفكم إن شاء الله باكر بحلقة جديدة من برنامجكم بالعراقي. لا تنسون تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. في أمان الله.